المناضل لا يعتقل في قسم للإصلاح الجنائي. الظرف الاعتقالي الذي ينقل لي الآن، وأتكلم من هنا كعضو لجنة حريات خضر عدنان من الضفة الغربية ذوي الأسرى المضربين، ظرف صعب. يعتقلون مع جنائيين في ظروف صعبة كما ينقل الأهل، ليس أقل من أن نعامل بعضنا البعض كما يليق بالفلسطيني أن يعامل أخيه الفلسطيني. اليوم دعوتي للرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، وفي أيام العشر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة الفاضلة التي تتوجه قلوب المسلمين كلها إلى الأرض المقدسة هناك في مكة والمدينة. من الأرض المقدسة في فلسطين نخاطب كل مسؤول في هذه السلطة، إطلاق الأسرى الستة فوراً وسريعاً. أهلهم وذويهم يطالبون بالإفراج عنهم، لا يريدون من أحد حمايتهم. ونحن عندنا تجربة كفلسطينيين أن السلطة والأمن الفلسطيني اعتقل العديد، وخاصة من النشطاء في حركة الجهاد الإسلامي والشعبية وحماس، وأضرب الإخوة في حركة حماس في 45 يوم في سجن أريحة. وكانت السلطة تقول لقيادة حماس أن وضعهم صعب، وإذا أفرج عنهم سيقتلوا وسيقتلوا. أفرج عنهم من السجون الفلسطينية بعد 3 سنوات من الاعتقال، وأكثر واحد منهم أمضى في سجون الاحتلال بعد اعتقاله 22 شهر. مهند نيروخ التي عرفت والدته عبر شاشة الجزيرة وشاشة الإعلام الفلسطيني لم يعتقل إلا 7 أشهر، واعتقلناه كفلسطينيين 3 سنوات. لا مبرر لهذا الاعتقال، لا أحد يستطيع أن يحمي أحد، لأنه لا أحد على هذه الأرض في ليلة، كل ليلة في الضفة الغربية يستطيع أن يحمي نفسه من هذا الاحتلال. هناك من يقول تعب الناس في التضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، من يقول ذلك فلا يتعبنا ولا يتعب شعبنا في الدفاع عن الأسرى المضربين في السجون الفلسطينية. دعوتنا لوزير الصحة الفلسطيني الذي ناشد بالأمس المنظمات الدولية وقوفا مع محمد البلبول الذي وصلنا أخبار مؤلمة عنه وقاسية عنه في سجون الاحتلال بأنه فقد بصره، أن يطلق شيئا من تلك التصريحات للصحة الفلسطينية التي أو للأطباء الفلسطينيين الذين الآن يتابعون قضية وإضراب الفرسان الستة المضربين على الطعام. الدعوة للإطلاق الفوري والعاجل، لنستغل هذه الأيام للحمة الفلسطينية. لا يليق بنا كفلسطينيين أن يتمشخ عنا أو فينا أو علينا من يتمشخ من العرب لإيجاد صلحة فلسطينية بيننا كفلسطينيين وقادة وسياسيين. الصلحة والإصلاح يجب أن يكون من هنا من الذات، بين القائد وشعبه، بين القائد والقياد السياسي وهذه الوجوه، أمهات وآباء وإخوة الأسرى مضربين على الطعام. أحد يتصل بهم يطمئنهم على حال أبنائهم.